هذه الشعارات المتحركة وأيضا المندفعة. نراقب انذار على المركز الأول، راشد بن خلفان بن راشد بالعامري الاجتبي على المركز الأول، أما المركز الثاني من شكلها تقولكم فقدوا المركز الأول، أنا قادمة، أنا الأول، أنا لا محال، أنا لا أتزحزح عن المراكز الأولى. هذه اللي بالمركز الأول ملوح عيد بن الصغير بن قنون بن يرادة، والمركز الثالث أشوف اللي بالمركز الثالث الهاجمة والمنطلقة والمندفعة، هذه الآن اللي الشاهنية حميد بن محمد بن سالم الزرعي، والمركز الرابع المسك محمد بن متعب بن سالم بالعامري. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، ولكن المركز الأول انذار، الأول انذار وآخر انذار، أو في البداية تعطيكم الانذار وفي النهاية تقول أنا حاضرة مع هذا الاسم. راشد بن خلفان بالعامري المركز الثاني، تتحرك الآن اللي هي ملوح عيد بن الصغير بن قنون، من يحرك من يحرك من يقدم من يهاجم من يندفع. المركز الرابع بعيد عنا، ولكن خلونا مع المركز الأول ومع انذار. الله فروا عصاها خلف الابطان يا او خلف الاسوار، يوم العصي تطرق على الزور. هذه انذار، الاول انذار واخر انذار. خلاص 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 يا انذار، وفيتي وكفيتي وقدمتي العرض الشافي الكافي الجميل، ونقول سلام 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 يا راشد يا بن خلفان يا بن عامري، نهنيك على فوز انذار بالمركز الاول. والله اسم على مسمى، وبالفعل التوقيت في خطر بيكون. نشوف المركز الثاني، المركز الثاني وين المركز الثاني؟ هناك 64 ملوح عيد بن الصغير بن قنون، المركز الثالث سالم بن محمد بطبيعه. والله اني قلت التوقيت في خطر، وبالفعل بالفعل تحقق التوقيت الأخطر والأجمل، دقيقتين وعشر ثواني.